اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا برحب بضيوفي تاني في استوديو منورينا، الكابتن سلوى محمود والكابتن سامح لبيب. اهلا بكم كمان. خليني اقول لحضراتكم ان احنا الحقيقه عندنا مشكله في بس المباراه. المباراه احتمال كبير جدا ما تتذاعش، واكيد طبعا هيكون يعني هنقول لحضراتكم الاسباب ونشرحها بالتفصيل، ولكن طبعا انا يعني التفاصيل مش معايا، ولكن اكيد هيكون معانا طبعا استاذ ايمن بدره مدير عام البرامج بقناه النادي الاهلي، وهو هيقول لنا ايه اللي حصل وليه المباراه مش هتذاع. ولكن احنا الحقيقه هنتابع مع حضراتكم كمان المباراه، هنتابع معاكم المباراه لحظه بلحظه. الحقيقه طبعا بينضم لي على الهواء الاستاذ ايمن بدره مدير عام البرامج بقناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا استاذ ايمن. اهلا بحضرتك كابتن هيثم، تحياتي للساده المشاهدين الكرام مشاهدين قناه النادي الاهلي. احنا بنأسف لهم على الموقف الغريب اللي حصل من اتحاد كره اليد. طبعا اسمح لي بس احيي طبعا كابتن سلوى وكابتن سامح منورنا في مكانهم في استوديو النادي الاهلي برنامج ملوك الصالات. والحقيقه يعني الموقف اللي حصل من اتحاد كره اليد وعلى راسه الكابتن هشام نصر، الحقيقه موقف غريب وموقف ما فيهوش اي اسس من التعامل الرياضي ولا الاحترافي ولا الاعلامي ولا تقدير موقف جماهير النادي الاهلي المنتظره لهذا الحدث. يمكن حضرتك طبعا كنت موجود امبارح واحنا بننقل مباريات الدور قبل النهائي، حضرتك وطبعا الكباتن اللي مشرفينا في الاستوديو عارفين ان قناه النادي الاهلي حريصه على نشر مختلف اللعبات، صحيح، حريصه على تواجد بصوره دائمه في معظم المباريات علشان ده دورنا ورسالتنا. دي عائله النادي الاهلي اللي اتكلم عليها مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب من اول خطواته لتولي المسؤوليه. عائله النادي الاهلي عندها التزام حيال جماهيرها وحيال اعضائها وحيال كل لاعب بيمثل النادي الاهلي وبيمثل الرياضه المصريه بالطبع باعتبار النادي الاهلي ابو الانديه المصريه والعربيه ونادي الوطنيه. الحقيقه احنا زي ما حضرتك عارف بالامس نقلنا مباريات، ومن فتره طويله ومن زمن احنا بننقل المباريات. النهارده فوجئنا بقرار تعسفي من الكابتن هشام نصر رئيس الاتحاد بعدم السماح لكاميرا قناه النادي الاهلي، وهي الكاميرا الوحيده الحريصه على نقل نهائي كاس مصر للسيدات، بان هي لا تصور. اتصلت طبعا بالكابتن خالد العوضي وهو احد ابناء النادي الاهلي وشخصيه محترمه ونائب رئيس الاتحاد. كنت في الاول بتصور حسب ما ابلغني الزملاء انه الامر متعلق بتصريح اداري او ما الى ذلك، او انه في اجراءات اداريه او امنيه لم تتخذ من جانبنا. فوجئت بانه في قرار يعني مفاجئ وقرار غير مدروس من الكابتن هشام نصر باعتباره على رأس الاتحاد بأنه مطلوب مبلغ مالي نظير نقل المباراة. هذا الكلام تم الساعة 5 إلا 10 قبل حوالي 40 دقيقة من بداية المباراة النهائية. وده تغيير في سياسة الاتحاد وسياسة كرة اليد التي لم تكن تطلب مبالغ مالية نظير نقل المباريات. لو أن هناك سياسة واضحة من قبل الاتحاد واخطر بيها القنوات او اخطر بيها وسائل الاعلام بان هو في اطار حرصه على تنميه موارده او تحقيق يعني مردود مادي من بطولاته، وابلغنا مبكرا انه محتاج او هياخد فلوس نظير النقل، كان الامر يعني خد منحى اخر. وكنا تواصلنا مع الشركه الراعيه وفي ناس مسؤولين عن شراء الحقوق وفي ناس ماليين وناس اداريين مسؤولين عن هذا الامر، ولكن احنا كاعلاميين هدفنا في النهايه ان احنا نوصل رسالتنا الاعلاميه لجماهير النادي الاهلي ولجماهير كره اليد المصريه. فوجئنا بتعطيل هذه اداء هذه الرساله فجاه. وطبعا حاولنا نتصل بالكابتن خالد العوضي، الكابتن هشام نصر قال له ان احنا عايزين 50,000 جنيه. فبالطبع تدبير هذا المبلغ والنهارده الجمعه وانه ده مش في اساسا مش في اعتماداتنا، لانه العمل الاحترافي اللي يعني اتمنى ان الكابتن هشام نصر وهو بيدير الاتحاد يبقى عارفه،
انه يبقى عندنا، احنا عندنا بادجت معين، عندنا ميزانيه بتحدد للبطوله، مش بنتاخد احنا مش داخلين سوبر ماركت نشتري حاجه فلاقيناها غاليه. احنا بنتعامل وبنأدي رساله اعلاميه. الاتحاد المفروض ان هو ينظر الى انه توثيق ان احنا عشان توثق يا اتحاد كره اليد هذا النهائي، والرؤيه دي او اعتقد انها مش واصله او مش واضحه او مش ما بيدركهاش الكابتن حسام عشان نفس ان هو النهارده نهائي كره اليد، نهائي ده اول نهائي للسيدات في عهد مجلس الاداره الجديد، لما يطلع من غير صوره ولما يطلع مش منقول بكاميرا احترافيه زي كاميرا قناه النادي الاهلي، اعتقد انه ده يعني جانب سلبي جدا للاتحاد وللكابتن هشام نصر. يعني انا اعتقد ان هو كان يعني يبقى حريص جدا على انه تلفزيون معتمد وتلفزيون كبير وشاشه بتمثل نادي الاهلي تنقل الحدث دوت، ويعتبر من الجوانب التوثيقيه اللي ياخدها الاتحاد على الاقل لو عايز ينمي موارده بعد كده، يقدم شريط هذه المباراة والسي بتاع المباراة ويؤكد انه في جاء اهتمام اعلامي باللعبة، وانه يقدر يطلب عليها اعلانات ويقدر يستغل هذا الحدث ويسجل هذا الحدث لصالح اللعبة ولصالح الاندية المتبارية في المسابقات بتاعته وعلشان الجماهير. انما ان احنا نفاجأ قبل المباراة ب40 دقيقة بقرار تعسفي بطلب مبلغ مالي يصعب تدبيره في الوقت الحالي. طبعا حاولت ان انا يعني اتواصل مع زميلي المراسل الاستاذ كريم احمد، اتصلت بالاستاذ محمود عدلي المدير المالي والاداري للقناه علشان نحاول نبعت مبلغ سريعا جدا للساعة، لكن كان طبعا تدبير هذا المبلغ صعب جدا. قلت له انا مستعد ادفع لك، ابعت لك 10,000 جنيه دلوقتي على اساس انك على اساس ان احنا ما نحرمش جمهور النادي الاهلي وما نحرمش قناه النادي الاهلي وما نأديش رسالتنا علشان تعدي هذا الامر، ولكنه يعني للاسف الشديد وكاننا في مجال تجاره وليس في مجال رياضه اصر على 40,000 جنيه بناء على الاتصالات التي تمت مع الكابتن خالد العوضي نائب رئيس الاتحاد اللي ابلغني رسميا انه القناه والكاميرا بتاعتنا لن تستطيع ان تنقل احداث المباراه لان الكابتن هشام نصر متمسك بانه يحصل على 40,000 جنيه. طب استاذ ايمن، يعني انا بس عايز طبعا بعد اذن حضرتك اذكر حضرتك بموضوع يعني نقل مباريات منتخب مصر على شاشه قناه النادي الاهلي. عندما طلب منا ذلك حضرتك اصريت وبشده على ايجاد المساحه المطلوبة حتى على كرة القدم، حتى على البرامج الكروية اللي بتبقى يعني بتبقى ليها يعني زي ما بيقولوا مشاهدة جماهيرية كبيرة. حضرتك أصريت على نقل كل أحداث بطولة أفريقيا لكرة اليد، وكنت حضرتك من أول الداعمين كممثل عن قناة النادي الأهلي لمنتخب مصر. حضرتك تحب تقول على ده إيه؟ يا كابتن هيثم، ده دورنا. أنا لا أمثل نفسي، أنا بأمثل قطاع اعلامي جوه النادي الاهلي وجوه منظومه النادي الاهلي، ووفقا للسياسه رسمها مجلس اداره النادي الاهلي ورسمها مجلس اداره شركه الاهلي للانتاج الاعلامي الحريصه على اداء دورها حيال جمهورها وحيال اعضاء النادي الاهلي وفي اتجاه الرياضه المصريه بصفه عامه، وده منتخب مصر. النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك وطبعا دي حاجه معروفه نادي الوطنيه، حينما يطلب مننا ان احنا نتابع مباريات منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه الاخيره، وكانت القنوات الاخرى الزميله منشغله بحقوق نقل مباريات الدوري، احدى الحمد لله قناه النادي الاهلي كانت بتنقل مباريات المنتخب، والحمد لله لحد المباراه قبل لحد الدور قبل النهائي، والدور النهائي لم نذيع المباراه لانها كانت بتمثل حقوق حصريه لاحدى القنوات الفضائيه الزميله. والحمد لله المنتخب كان بيفوز على طول في كل المباريات اللي نقلناها حتى المباراه النهائيه. ده دورنا اللي احنا مش بنزايد بيه، ده دورنا كناس مسؤولين عن الاعلام، ده دورنا حيال الرياضه المصريه. ولكن بالطبع لما نقابل بمثل هذا الامر اعتقد انه لازم هيكون في وقفه مع مثل هذه التصرفات المفاجئه غير المدروسه، مع احترامنا وتقديرنا الشديد لمجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ومن الواضح أنه القرار فردي من الكابتن هشام نصر لأنه كانت المفاوضات بتتم مع الكابتن خالد العوضي، والكابتن هشام نصر مع كل واحترامي ليه أعتقد أنه الصورة بالنسبة له مشوشة
عن دور الاعلام وعن رسالته هو كاتحاد حيال نشر اللعبه. احنا النهارده لما بنقدم بناتنا دول، البنات دول اجتهدوا وتعبوا ووراهم اسر، وراهم جمهور بيشجعهم، وراهم تاريخ عايزين يسجلوه للعبه. النهارده لما المباراه ما تتسجلش، وده نهائي كاس مصر، وده نهائي كاس مصر، وده اول نهائي لكاس مصر هيقام في سريه تامه في عهد مجلس اداره الاتحاد الذي يراسه الكابتن هشام نصر. اعتقد ان كل هذه سلبيات ستسجل يعني في تاريخه. نحن لسنا ضد انه قناه النادي الاهلي تساهم في دعم موارد الاتحاد، ولكن يكون الامر بدراسه، ويكون الامر بشكل احترافي مش بشكل يعني مفاجئ غير مدروس. يغلب عليه التعنت، لانه القرار يتاخذ قبل بدايه المباراه ب 40 دقيقه ويكون في اصرار على مثل هذا الامر. يعني الحقيقه انا يعني بتعجب من مثل هذا الامر، وعلشان كده دي يمكن اول مره من شهرين ونص وانا في بتحمل المسؤوليه في قناه النادي الاهلي يطلع صوتي او يكون ليا مداخله على قناه النادي الاهلي او اظهر باي شكل كان، لانه الموقف يتعلق برساله اعلاميه ويتعلق بدور بيأديه النادي الاهلي من خلال قناته، وحرمان جماهير النادي الاهلي وحرمان لاعبي النادي الاهلي من مثل هذا الامر. بعتقد انه يعني هيكون يعني له في وقفه، لانه النادي الاهلي له يعني في الجمعيه العموميه، واعتقد انه مثل هذا الامر يجب انه يتم مراجعته، ويتم مراجعته بشكل كبير. احنا حاولنا نأدي دورنا، دعينا اثنين من قامات اللعبه في الاستوديو موجودين، عندنا طبعا الزميل الاستاذ المعلق موجود في الملعب، عندنا كاميرا احنا بندفع فيها فلوس علشان تنقل الصوره للجماهير علشان توثق هذا الحدث مره ثانيه. وبقول انه التاريخ اذا كنا احنا يعني ممكن نسكت، فان التاريخ مش هيسكت لما يجي الاجيال دي واللاعبات دول واسرهم والجماهير تدور على نقل او على تسجيل لنهائي كاس مصر ما تلاقيهوش. اعتقد انه ده هيسجل في تاريخ الكابتن هشام نصر، و لانه يعني النهائي ده مش هيعاد. فبعتقد انه يعني موقف غريب الحقيقه، انا اصريت ان انا اوضحه للناس، علشان احنا من امس بنعلن ان احنا هنذيع نهائي بطوله كره اليد، نهائي كاس مصر. فاحنا بنعتذر لجمهور النادي الاهلي العريض ولكل جماهير كره اليد المصريه اللي احنا بنقدرها كتاني لعبه شعبيه صنعت مكانتها في قلوب المصريين من خلال عطاء نجوم كبار وعلى مدى سنوات طويله. اعتقد ان كلهم كانوا منتظرين ان يشوفوا بنات اللعبه الان وهم بيتباروا في تاني اكبر مسابقه على مستوى مصر على شاشه قناه النادي الاهلي، وكلهم الان حرموا من هذا الامر بسبب قرار متعسف. طب استاذ ايمن، انا مدروس من الكابتن هشام. استاذ ايمن، بلغوني دلوقتي ان الحكم رفض اطلاق صفاره البدايه حتى تخرج كاميرا النادي الاهلي من ارض الملعب، حتى حرم قناه النادي الاهلي من اللقاءات بعد المباراه، اللي هو يعني اللقاءات دي ما بتعملش فيها او ما بتدفعش فيها فلوس، فجت اوامر لطاقم التحكيم انه ما يطلقش صفاره البدايه الا بعد خروج كاميرا النادي الاهلي من ارض الملعب. طبعا انا هكلم زمايلي وبقول للزميلي الاستاذ كريم احمد اخرج بره المباراه، بره الملعب. هو طبعا كان ما بيصورش، واحنا بنقول للكابتن هشام نصر استمر في هذه الاجراءات يعني اللي يعني ان شاء الله باذن الله مردود عليها. يعني طبعا اذا كنت بتدور على فلوس فاعتقد انه خسائرك من هذا الامر كثيره وكبيره، وهذا التعنت مش هيكون في صالح يعني اداره حضرتك. كابتن هشام، قناه النادي الاهلي هتفضل ملك لجماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بتؤدي رسالتها حيال الرياضه المصريه، ولكن حضرتك ليك الملعب، ولكن غرف خلع الملابس واتوبيس اللاعبين وبره الاصطاله دي مش ملك حضرتك ولا مسؤوليتك، وقناه النادي الاهلي هتقوم بدورها، وان شاء الله هتنقل فرحه اللاعبين، فرحه بناتنا
فرحه لاعباتنا واسرهم بعد المباراه ان شاء الله باذن الله تعالى. وانا دلوقتي ان شاء الله باذن الله هحاول اتواصل مع مجلس اداره قناه النادي الاهلي، مجلس اداره شركه الاهلي للانتاج الاعلامي لاتخاذ الاجراءات المناسبه، و يعني هبلغ مجلس اداره النادي الاهلي لاتخاذ القرار المناسب حيال هذا الامر. طبعا ده امر انا لا املكه لانه في مجلس اداره محترم وله مكانته، وبيمثل جماهير عريضه وبيمثل عطاء النادي الاهلي، بيخدم المنتخبات الوطنيه وده واجبه، وبيمد المنتخبات الوطنيه بلاعبين، ورسالته الاعلاميه ان هو ينقل هذه الصوره. فانا بقى يعني ان شاء الله باذن الله زميلنا كريم يخرج من الملعب حرصا على انه المباراه تستكمل، وعلى ان المباراه تقام بشكل بدون اي يعني تلاكيك او حجج. وبعدين القرار غير المدروس ان شاء الله باذن الله تعالى، في اداره عندنا في النادي الاهلي تقدر تتصرف. انا مش عارف طبعا تعليق الكابتن خلوة والكابتن سامح ايه، اكيد هنعرف تعليقهم طبعا استاذ ايمن، بس انا معاك لو في اي حاجه عايزين. لا انا بس يعني في حاجه كمان عايز اوضح لحضرتك، يعني هو النادي الاهلي دائما ابدا يفتح منشاته ويفتح كل امكانياته في خدمه الرياضه المصريه وخدمه كل الاتحادات، وشفنا النادي الاهلي دائما ابدا عندما يكون الاتحادات المصريه، مش بس الاتحادات العاب الصالات ولكن جميع الالعاب حتى السباحه كله، لما بيكون في ازمه داخل الاتحاد في توفير الموارد سواء للمنشآت وتأجير المنشآت، النادي الأهلي فاتح منشآته لجميع الاتحادات. فبتهيألي يا كابتن ما يكونش رد الجميل للنادي الأهلي اللي هو نادي الوطنية والكرامة زي ما حضرتك قلت، واللي هو أنشئ أصلا على في دستوره الأولاني النادي الأهلي على دعم الرياضة المصرية، بتهيألي ما يكونش ده رد الجميل للنادي الأهلي يا أستاذ أيمن. هو الموضوع يا كابتن هيثم برضو مع احترامي احنا بنتكلم في جانب احترافي، إذا كان الكابتن هشام نصر فجأة أفاق واستفاق ودور على فلوس قبل نهائي الكاس بحوالي 40 دقيقة، طب أعتقد أنه ده يعني شيء غريب جدا، يعني أنه حضرتك يا كابتن هشام عايز تنمي موارد الاتحاد يبقى لازم عندك خطة، عندك بلان، عندك إجراءات بتتبعها، وفي مفاوضات مع الشركة الراعية. يمكن يا سيدي ال 40 ألف دول يبقوا 400 ألف يا ريت، لكن حضرتك لما هتحب تسوق بعد كده تسوق، خليها بالقاف لان هو يعني هو استخدم تسوق بالهمزه، لما تحب تسوق بطولاتك اعتقد انه لازم يكون عندك ماتيريال تسوق على اساسه هذه البطولات، تقول ان انا عندي بطولات كذا وادي الصور بتاعتها، لما تيجي تدور على شركات راعيه، لما تيجي تدور على مثل هذا الامر. على فكره انا يعني احب اشكر اتحاد كره السله في هذا الشان، لانه من قبل كان يعني اتحاد كره السله طالب لتنميه موارده. انا اتصلت بالدكتور مجدي ابو فريخه، اتصلت بعدد من المسؤولين هناك، يمكن الاستاذ محمود الحلو المدير التنفيذي وتذكر حضرتك، وهم دخلوا الكاميرا بتاعه النادي الاهلي ويعني قالوا لا احنا ما نقدرش نحرم قناه النادي الاهلي ولا نمنع جمهورنا من ان هو يتفرج على مبارياتنا. فانا بقارن ما بين موقفين، انا بقارن ما بين موقفين صحيح. والموقف اللي موجود ده الحقيقه يعني زي ما قلت لحضرتك موقف مستغرب جدا على قامه رياضيه زي الكابتن هشام نصر. كلنا كنا يعني بنامل في خير وفي الاتحاد خير، خاصه وانه زي ما بقول لحضرتك في اعمده من اعمده اللعبه ومنهم الكابتن خالد العوضي اللي الحقيقه يعني مش عارف يعني هو كان محتار معانا في مثل هذا الامر، وانا زي ما قلت لحضرتك حاولت قدر الامكان ان احنا ننقذ الموقف وندفع اي مبلغ بسرعه علشان ننقذ الموقف وما نتكلمش مثل هذا الكلام، لكن هذه هي الحقيقه بنضعها امام جماهيرنا، هذه هي الحقيقه بنضعها امام كل محبي لعبه كره اليد، بنحطها امام المسؤولين، بنقول للساده الافاضل في مجلس اداره الاتحاد ان ما تم يعني امر مستغرب جدا، وزي ما قلت لحضرتك امر هيكون متعلق بمجلس اداره اللي انا لازم ارفع له الموقف اللي حصل ده. طب استاذ ايمن انا بلغوني دلوقتي في الكنترول ان حتى هذا الامر لم يكن بس بخصوص كاميرا النادي الاهلي، ولكن اخرجوا المسؤولين في الموقع الرسمي لقناه النادي الاهلي، وده طبعا واضح ان الموقف
هو النادي الاهلي، ولكن الموقع الرسمي للنادي الاهلي، مش موقع الرسمي لقناه النادي، الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي هو من حقه يتابع رسميا كل نشاطاته داخل الملعب، هو مش رايح يذيع المباراه ولكن بيتابع نشاطاته، برضو اصر على اخراجهم من داخل الملعب. واضح يا كابتن ان المقصود هو النادي الاهلي وليس قناه النادي الاهلي. والحقيقه انا برضو جالي استفسارات معرفش صحتها ايه، الناس بتبعت لي على مواقع التواصل. المهندس هشام نصر يعني طبعا احد ابناء نادي الزمالك طبعا السابقين، بيتساءلوا الناس هل هذا ممكن يكون ليه دخل في الموقف النهارده ولا الموضوع ملوش علاقه؟ لا انا طبعا يعني اربأ بانه حد من ابناء نادي الزمالك يكون له مثل هذا الامر. العلاقه بين قطبي الرياضه المصريه الاهلي والزمالك علاقه يسودها الاحترام، وده اللي اكد عليه الكابتن محمود الخطيب مرارا. والنادي الاهلي وانا يعني ليا 35 سنه في مجال الاعلام الرياضي وفيها يعني في مجال الرياضه، طول عمرنا بنرى انه الاهلي والزمالك هما جناحي الرياضه المصريه، ولا يجوز ان تدخل حساسيات المنافسه الرياضيه الشريفه في قرارات اداريه. المسؤولين ايا كانوا مسؤولين في اي لعبه من اللعبات بيخلعوا انتمائهم على باب الاتحادات، لانه هنا بتتجلى المسؤوليه الوطنيه وصالح اللعبه. اما المسؤول الذي لا يستطيع ان يعني يفصل بين منافسته في الملعب وبين مساله اداره اللعبه، فاعتقد انه ده يعني شيء يعني مش قادر اجد يعني تعبير مناسب اعبر بيه، لكن زي ما قلت لحضرتك هذا التعنت الواضح اعتقد انه يعني لازم مجلس اداره النادي الاهلي اللي انا هرفع له الامر، واعتقد انه طبعا هيتابع مثل هذا الامر، يتخذ الموقف المناسب يعني حيال هذا الموقف المتصاعد من جانب الكابتن هشام نصر، وله كل الاحترام ولأسرة لعبة كرة اليد اللي احنا حاولنا ان احنا من خلال دورنا نخدمها اعلاميا، ولكن ما باليد حيلة. طب استاذ ايمن معلش سامح اتفضل، كلمه اخيره حضرتك بتوجهها لجمهور النادي الاهلي العريض اللي كان بيتوقع انه يشوف المباراه النهارده على شاشتنا، كلمه لحضرتك بتوجهها لهم بخصوص هذه الاحداث؟ طبعا يعني طبعا جمهور النادي الاهلي العظيم، جمهور الرياضه المصريه، جماهير واسر نادي سموحه سبورتنج، نادي سبورتنج يا كابتن. انا اسف نادي سبورتنج، انا اسف جدا طبعا. اسف جدا معلش. لا لا الناديين هم ديربي اسكندريه، الناديين نادي اسكندريه. لا لا انا اسف التوتر العصبي اللي وضعنا فيه طبعا، واخد بال حضرتك طبعا. نادي سبورتنج نادي من الانديه الكبيره الراقيه المحترمه اللي بتقدم للرياضه المصريه، وانها توصل فريقها لنهائي كاس مصر ده عطاء عظيم للرياضه المصريه. احنا بنعتذر لهم جدا جدا، بنقول لهم ان احنا حاولنا ان احنا نسجل نجاحات ويعني ابداع بناتكم في هذه المباراه والاجهزه الفنيه وكل ما يمس اللعبه، ولكن للاسف الشديد الكابتن هشام نصر حرمكم من هذا الامر. واحنا زي ما قلت لحضرتك وزي ما الساده المشاهدين الكرام عارفين، احنا رتبنا كل الاجراءات الفنيه والاداريه الخاصه بنقل هذه المباراه، واللي تابعنا امبارح عارف ان احنا كنا معاهم علشان نساهم بدورنا في نشر اللعبه وفي تسجيل هذا الحدث الرياضي الكبير. واحنا القناه الوحيده اللي حريصه على انها تهتم بمختلف اللعبات خاصة اللي بيشارك فيها النادي الأهلي أو حتى المنتخبات الوطنية. هذا الحرمان من الرؤية والمتابعة احنا بنعتذر عنه، لكنه ليس بيدنا ولكن فرض علينا بقرار تعسفي. استاذ ايمن بدرة مدير عام البرامج بقناه النادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، حضرتك وضحت لنا الصوره، نقلت لنا الحدث بالظبط اللي حصل، لان ده من الامانه المهنيه والامانه الاعلاميه اللي احنا نوضح الصوره ونحطها بالكامل على الشاشه لجمهورنا، جمهور الرياضه مش جمهور النادي الاهلي فقط، لان النهارده زي ما قال الاستاذ ايمن مش بس بيتابعنا النهارده جمهور النادي الاهلي ولكن كل متابعين ومحبي كره اليد. الحقيقه استاذ ايمن وضح حاجه مهمه جدا، قال من حقك تنمي واردك، بس قول
حط خريطة لتنمية الموارد وليس يكون قرار فردي قبل انطلاق المباراة ب40 دقيقة في الوقت اللي احنا نقلنا فيه مباراة نادي الشمس امبارح، وكنا في نفس الملعب بنفس الكاميرا بنفس الطقم بنذيع مباراة الأهلي والشمس قبل النهاية على الهواء مباشرة، ما حدش قال لنا حاجة. فوجئنا بعد دخول حتى الكاميرات واخذ تصريح من الاستاد القاهره بدخول الكاميرات، فوجئنا بقرار قبل انطلاق المباراه ب40 دقيقه. وحاولت اداره قناه النادي الاهلي ممثله في طبعا استاذ ايمن بدره ان هي تقدر تحل الموضوع، الاستاذ محمود عدلي طبعا المدير المالي والاداري بقناه النادي الاهلي انه يحل الموضوع سريعه ويبعت اي مبلغ سريع عشان التزامنا قدام جمهور النادي الاهلي وقدام جمهور الرياضه المصريه واسر كره اليد، ولكن قوبل ذلك بالرفض. انا بس سؤال واحد عايز أسأله، ماذا استفادت كرة اليد الآن بعد هذا القرار التعسفي بعدم زاعة اللقاء؟ الآن اتحاد اليد لم يدخله هذا المبلغ 50,000 جنيه اللي طلبهم، ما دخلوش خزنة الاتحاد لأن ما كانش في وقت كافي. نحن النهاردة الجمعة كان صعب جدا قناة النادي الأهلي توفر هذا المبلغ في هذا الوقت الضيق في مدة 40 دقيقة، إذا هذا المبلغ لم يدخل خزينة الاتحاد وفي نفس الوقت المباراة لم تنقل، إذا من الفائز؟ أنا بسأل سؤال دلوقتي بوجهه للمهندس هشام نصر، من الفائز الآن بهذا القرار؟ هل كرة اليد فازت بهذا القرار؟ هل رفعت موارد الاتحاد وأدخلت الاتحاد موارد جديدة؟ هل سمحت بالفرصة لجمهور مش جمهور النادي الأهلي ده جمهور كرة اليد والجمهور المصري كله أنه يوثق ويشاهد بطولة زي دي، خاصة أن أولادنا إن 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 بناتنا بيستعدوا لبطولة أفريقيا أبطال الكؤوس كممثل عن مصر في صالة أمير عبد الله الفيصل، ومن حقهم الناس تتعرف عليهم قبل هذه البطولة؟ يمكن الحقيقة لسه أستاذ أيمن معايا على الهاتف، أستاذ أيمن يمكن هذا الفريق أستاذ أيمن بيستعد لبطولة أفريقيا أبطال الكؤوس وهو ممثل عن مصر في هذه البطولة، وهذه البطولة أو النهائي النهاردة كان فرصة للجمهور يتعرف على هذه على هؤلاء أو اللاعبات اللي بتلعب النهارده ونبتدي نحط الضوء عليهم استعدادا لتمثيل مصر في هذه البطوله. بتهيألي ما فيش حد فائز بهذا القرار يا استاذ ايمن. اسمح لي بس يا كابتن هيثم برضو اؤكد على نقطه محدده. اتفضل. يعني الكابتن هشام نصر كان بيقول بناء على ما ابلغني به الكابتن خالد العوضي بانه قناه النادي الاهلي لم تكن تنقل من قبل اي مباريات، يعني مع المجلس السابق للاتحاد برئاسه الدكتور خالد حموده ما كناش بننقل المباريات. اعتقد انه هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، وانه قناه النادي الاهلي من خلال برنامج ملوك الصالات والزملاء الاعزاء الذين كانوا يتولون المسؤوليه قبلينا ولهم كل التقدير كانوا حريصين ايضا على انه جميع مباريات المتاحه لكره اليد سواء للرجال او للسيدات او للناشئين يتم نقلها. فكابتن هشام نصر واضح ان هو حتى معلومات عن يعني هذا الامر مش موجوده عنده. استاذ ايمن لن نذهب بعيدا يا استاذ ايمن، احنا زقنا مباراه الاهلي والشمس امس في نفس الصاله بنفس التوقيت. بتكلم على امس؟ معلش انا بتكلم مش بتكلم على امس، على قبل كده، على عهد مجلس الاداره السابق. اذكر حضرتك اذكر حضرتك ان مباراه نهائي الدوري اللي كانت على صاله الامير عبد الله الفيصل، مش النهائي، المباراه الختاميه في تسليم الدروع زعتها قناه النادي الاهلي وايضا اذاعت تسليم الدروع سواء درع عام او درع الدوري لفريق النادي الاهلي في صاله النادي الاهلي. تمام. حضرتك من حضرتك طبعا عددت الخسائر اللي هتتعرض لها اللعبه والاتحاد، وانا طبعا مش عايز يعني اطيل اكثر من هذا، انا بس حبيت يعني لانه تقديرا واحتراما واجلالا لكل انسان مصري فاتح شاشه قناه النادي الاهلي وكان منتظر ان هو يشوف المباراه، بنقول له ده الموقف الحقيقي. احنا حطينا قدام حضرتك كل الحقائق وكل التفاصيل. كاميرا قناه النادي الاهلي موجوده حتى الان في مجمع الصالات المغطاه، كاميرا النادي الاهلي موجوده بكل الترتيبات، والاستوديو التحليلي موجود زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، التعليق موجود، كل شيء كان معد، ولكن الكابتن هشام نصر قرر ان لا تروا نهائي كأس مصر. هنيئا للكابتن هشام نصر، حرمان جماهير مصر من رؤية هذه المباراة، وعليه ان يتحمل مسؤولياته حيال هذا القرار، ويعني الامر ايضا متروك لمجلس إدارة النادي الأهلي ولمجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الأهلي.
بشكر حضرتك وبشكر السادة المشاهدين وبشكر ضيوفنا في الاستوديو الكابتن تلوى والكابتن سامح، وتحياتي الكبيرة لهما. شكرا جزيلا استاذ ايمن بدره مدير عام البرامج بقناه النادي الاهلي، وضحت لنا الرؤيه. الحقيقه يهمني اعرف راي ضيوفي اللي منورينا في الاستوديو. الحقيقه انا ما عنديش كلام اقدر اقوله. استاذ ايمن لخص الموضوع وقال كل شيء وحكى الموضوع بمنتهى الشفافيه، واحنا في انتظار طبعا قرارات احنا في نادي او في النادي الاهلي. النادي الاهلي يعمل بمنظومه يعني معروفه للجميع وليست غريبه، من اول طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره اللي تولى المسؤوليه منذ اول يوم، وضح ان النادي الاهلي فاتح منشآت وفاتح كل ذراعه لخدمه الرياضه المصريه. والحقيقه اكيد هننتظر نعرف قرار طبعا المسؤولين في النادي الاهلي، وكل الاحترام والتقدير لاي قرار سيتخذه النادي الاهلي بهذا الشان. ارجع لضيوفي طبعا.